الدم في محاولة شبابية، هذه خطيرة، 3-3. جول 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 حسن. فيصل السلطان، فيصل السلطان يأتي بالهدف الثاني مع الشوط الثاني بهدف لمصلحة الفريق الشبابي. الكرة كسر من خلالها كاماتشو جميع حالات التسلل ولعب له كرة للسلطان. شوف الكرة الماضية، شوف تحركات السلطان، 3-3. شوف التمريرة، لم يكن هناك تسلل على فيصل السلطان، وشوف لما استلم ووضعها على يسار حارس المرمى، الصعبة سجلها والسهلة ضاعت في الشوط الأول من السلطان. شوف الكرة لما مرت ولما عدت للشباك الأهلاوية باثنين مقابل لا شيء، وهدفي الفريق الشبابي. شوف السلطان لما لعبها، شوف السلطان لما سجلها، وشوف وليد عبد الله وسجود شكر لله سبحانه وتعالى على الهدف الثاني وعلى التقدم الشبابي حتى الآن. إذن 2-2 في